يا مساء الخير والسعادة والفرحة والانتصار على مشاهدي قناة الأهلي، أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم الحريفة. منتخب المغرب يصنع التاريخ وبيفرح شعبه وبيفرحنا وبيرفع رأس العرب قدام العالم كله. البدايات كانت بفوزه على منتخب أسبانيا وصوله لدور الثمانية على الرغم من صعوبة المواجهة، ومبارح فاز على البرتغال وعملوا ماتش تاريخي علشان أسود الأطلس يكتبوا التاريخ ويسجلوا أسمائهم كأول فريق أفريقي وعربي بيوصل لنصف نهائي كأس العالم. امبارح المنتخب المغربي غير مسار كرة القدم العربية بالكامل، أكدوا إن مفيش حاجة اسمها مستحيل وإن مفيش حاجة اسمها بنلاعب فريق كبير ومش هنقدر عليه، لا، في حاجة اسمها ناس بتتعب وتجتهد وتحلم وهي مصدقة حلمها علشان كده بتنجح. مبروك المغرب وإن شاء الله الحلم مكمل للنهاية. المغرب منبت الأحرار، مشرق الأنوار، منتدى السؤدد وحماه، عشت في الأوطان للعلا عنوان. دي كلمات من النشيد الوطني المغربي اللي بيبدأ بيها لاعبي كل مباراة وبنشوفها في أدائهم في كل دقيقة. هي مش مجرد كلمات، هي كلمات حولوها الواقع، أكدوا أن حقيقي للعلا عنوان وفخر لكل مواطن مش بس مغربي لا كمان عربي. كلنا بلا استثناء فخورين وسعداء جدا 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 بالإنجاز الكبير اللي حققه أسود الأطلس، وبنوجه تحية كبيرة لكل لاعبين منتخب المغرب، الجهاز الفني بقيادة المايسترو المدرب الوطني وليد أرجراجي صاحب السيمفونية اللي بتعزف لنا في كل مباراة بيقدمها مع منتخب بلاده في كأس العالم. تحية خاصة جدا 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 لاتحاد الكرة المغربي على العمل الكبير اللي قدمه من دعم منتخباته وتطوير منظومته الكروية. كان لازم نشوف في النهاية النتيجة دي بالإنجاز العالمي ده، في حين أننا هنا اسمحوا لي أقول لكم في مصر للأسف الواحد بيقول الكلام ده وهو زعلان، لأن مصر بلد كبيرة وعندها منتخب وطني قوي يقدر يوصل ويحقق إنجازات كتير، لكن المطلوب من اتحاد الكرة المصري أنه هو يراجع نفسه. يراجع نفسه لأن احنا بنعاني من سوء تخطيط، عدم وجود أي تطوير في منظومة الكرة المصرية. محتاجين ان احنا نشتغل الفترة الجاية على خطة واضحة، سواء موجود مدرب وطني أو أجنبي. طبعا كان نفسنا نكون موجودين والإنجاز ده يكون لينا، لكن هو لينا، لأن المغرب هي مش بس منتخب عربي وأفريقي، احنا كلنا يعني أفريقيا هي قارة واحدة وكلنا كعرب فخورين. ومصر يا أميرة تقدر بأبطالها الحاليين، بس احنا حقيقي فرحانين من قلبنا، خصوصا وإن المصادفة كمان إنه البطولة معمولة على أرض عربية، فالبطولة دي على بعضها بالنسبة لنا بطولة استثنائية، بطولة المفاجآت الصدمات، وإن شاء الله كلنا عندنا أمل في أن منتخب المغرب يقدر يحقق أكتر من كده وياخد كأس العالم السنة دي بإذن الله. بإذن الله يا هند، زي ما بتقولي بالظبط، يعني خلينا نحلم. أنا مش شايفة أن ده مستحيل، إن شاء الله المنتخب المغربي يحقق الإعجاز ويكون هو بطل كأس عام 2022. وعشان فرحتنا منتخب المغرب كبيرة، قررنا أن النهاردة تكون حلقتنا في الحريفة عن المغرب واحتفالات المغرب. هنتكلم ونحلل على الإنجاز التاريخي لمنتخب أسود الأطلس، فتعالوا نروح لفقرتنا الأولى في السريع ونشوف معانا النهاردة. أول خبر معانا عن النادي الأهلي. النادي الأهلي أعلن عن الراعي الثالث ليه في مؤتمر صحفي بمقر النادي بالجزيرة بحضور كابتن محمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء مجلس إدارة النادي ومجلس إدارة شركة جي أل سي الشركة الراعية للنادي لمدة 4 سنين. شارك في المؤتمر كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وعدد من لاعبين الفريق الأول، وحضر برضو المؤتمر خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي وعدد من لاعبي فرق النشاط الرياضي. تاني خبر معانا هو تحقيق المنتخب المغربي إنجاز تاريخي بأنه يكون أول فريق عربي أفريقي يوصل للمربع الذهبي لكأس العالم بعد فوزه المثير على نظيره البرتغالي 1-0 في دور الثمانية لمونديال قطر. وكان قبل كده نجح 3 منتخبات أفريقية في الوصول لدور الثمانية بكأس العالم، وهم الكاميرون عام 1990 والسنغال في 2002 وغانا في 2010، لكن محدش قدر يوصل للي وصل له منتخب المغرب قبل كده. المنتخب اللي حافظ على مكانه كأقوى خط دفاع في مونديال قطر وشباكه ما تهزتش غير مرة واحدة بس.
مظبوط. خلينا بقى نروح كمان لواحد من الاخبار اللي معانا النهارده. فريق الناشئين لكره القدم بالنادي الاهلي مواليد 2003 فازوا خارج ملعبهم على فريق غزل المحله بخماسيه نظيفه في مباراه جمعت بين الفريقين بالمحله امبارح في اطار مواجهات الجوله ال 12 من بطوله الجمهوريه. علشان يقدر بالفوز ده يرفع الاهلي يرفع مواليد 2003 رصيدهم ل 25 نقطه من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 4 مباريات والخسارة في مباراة واحدة. آخر خبر معانا في السريع عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اللي خد امبارح لقب عميد لاعبي العالم بعد ما عادل الرقم القياسي لعدد المشاركات الدولية بمشاركته في المباراة رقم 1196 وليه بقميص المنتخب البرتغالي امبارح في هزيمته قدام منتخب المغرب عشان يعادل رونالدو الرقم القياسي للاعب الكويتي بدر المطوع ويجي الاسباني سيرخيو راموس في المركز الثالث في عدد المشاركات الدوليه برصيد 180 مباراه دوليه ويليه الحارس الايطالي بوفون في المركز الرابع برصيد 176 مباراه دوليه. كريستيانو رونالدو الحقيقه بيتعرض لموسم صعب جدا بعيدا عن كره القدم. بنشوف اللي بيتعرض له سواء من ضغط جماهيري اعلامي ازمات عاشها مع نادي مانشستر يونايتد قبل ما يسيبه، لكن على مستوى كره القدم فالدون بيقدم كل حاجه في الكوره، بيحاول ان هو يرد على كل الانتقادات اللي بيتعرض لها. وبكده يا ميرا خلينا نروح بقى الاول فقراتنا كده خلصت اخبارنا، تعالوا نروح لتعليق في صوره. زي ما قال الشاعر السوري الراحل نزار قباني: من عاش خادما لأمه عاش سيدا في قومه. صورتنا اللي معانا النهارده عنوانها الوفاء والحب، صورة كلها مشاعر فخر وطموح من لاعبين المنتخب المغربي بعد الإنجاز التاريخي اللي حققوه وصولهم للمربع الذهبي لكأس عام 2022 وكم مشاعر الحب والوفاء من اللاعبين تجاه أمهاتهم اللي موجود كل ماتش معاهم وبيشجعوهم ويدعموهم من المدرجات. زي ما احنا شايفين كده قدامنا والدة اللاعب أشرف حكيمي والدة اللاعب سفيان بوفال والاحتفال مع بعض بالفوز في المدرجات. الأم فعلا هي السند الحقيقي لأي إنسان في الدنيا، سبب نجاح ودعم كبير لأولادها في حياتهم، هي البركة اللي بنتبارك بيها في حياتنا. اللي في الصورة دول سفيان بوفال مع والدته في الملعب بيحتفلوا مع بعض بالفوز والنجاح وبنشوف كم الحب والعرفان بالجميل من اللاعب تجاه والدته، حرصه ان هو يفرحها ويشاركها نجاحه اللي وصل له بفضلها. لا يعني لو تلاحظي كده يعني انا امبارح حسيت ان هو احنا لازم نطلق عليه الفريق اللي امه راضيه عنه. ده حقيقي. بجد صوره دايما صوره اللعيبه مع امهاتهم في الملعب ومشاركتهم الفرحه، فعلا صور ماليه السوشيال ميديا وحاجه بجد تمس القلب كده، تحسي يعني مفيش زي الام هند. طبعا فعلا طبعا. فعلا بعد تأهل المنتخب المغربي للنصف النهائي المونديال ده المشهد الأجمل والأروع وأكتر صورة معبرة عن كل اللي شايفينه من لعيبة منتخب المغرب سواء أشرف حكيمي أو سفيان بوفال، حاجة تفرح وتشرف ورا الإنجاز ده. أمهات تعبت وربت ونجحت في أنها تخرج للعالم أبطال كلنا نفتخر بيهم. خلصت فقرتنا الأولى، تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم حلقتنا ونكمل تحليلنا لفوز منتخب المغرب ووصول النصف النهائي لكأس العالم بعد فوزه على البرتغال، وهيكون معانا نجم من نجوم النادي الأهلي السابقين. استنونا. ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم حلقتنا، ودلوقتي وصلنا معاكم لتاني فقرتنا المناوره. بينضم لنا في مناورتنا اللي هنتكلم فيها عن الانجاز اللي حققه منتخب المغرب في كاس العالم واحد من نجوم النادي الاهلي عاش حياته داخل جدران القلعه الحمراء، لعب للنادي الاهلي شباب وممتاز، اتجه للتدريب ومن التدريب للتحليل، تاريخ كبير جدا سواء كان لاعب او مدرب. تعالوا نطلع نشوف مين معانا ونرجع تاني. بنرحب طبعا بالكابتن عادل طعيمه نجم النادي الاهلي السابق، منورنا يا كابتن. انتوا منورين والله. الله يخلي حضرتك. البرنامج الجميل كده. الله يبارك فيك. الله يخلي حضرتك. في البدايه عايزاك حضرتك تديني عنوان مناسب للانجاز اللي حققته المغرب في المونديال لحد دلوقتي. في جملتين: انتصار للعرب. الله. انتصار للعرب افريقيا. كمان يعني افريقيا احنا كلنا كعرب. خلينا في العرب. خلينا في العرب. فرحه العرب فعلا. العرب اكتر والدليل على كده شوف الجماهير اللي مترابطه، الناس بتيجي من الجزائر عشان تشجع المغرب، من كل حته رايحين علشان الشعوب العربيه كلها اتلمت ورا فريق بيحقق لهم الحاجه اللي هم كانوا بيتمنوها، واللي دايما الغرب كان يعني بيتكلم عننا ان احنا ما نقدرش ننظم ما عندناش، وطبعا
احنا الحضاره واحنا المستقبل باذن الله تعالى. ان شاء الله. كابتن، ايه كلمه السر للانجاز اللي حققه منتخب المغرب؟ حضرتك شايف الانجاز ده السبب فيه هل هم اللعيبه، هل هو المنظومه الرياضيه؟ ايه كلمه السر للانجاز ده؟ هو باختصار اداره محترفه بتحب بلدها، ملهاش مصالح غير انه مستقبل لعيبه وكوره مغربيه، بيعملوا بنيه تحتيه، كانوا هينظموا كاس عالم 2010 ودخلوا مع جنوب افريقيا، كان الفرق 4 اصوات، كانوا جنوب افريقيا اظن 10 14 وهم كانوا 10 واحنا ما خدناش حاجه، ما خدناش صوت حتى. فهم بيشتغلوا من زمان في بنيه تحتيه وبعدين بيصدروا لعيبه لكل اوروبا، هتلاقي كل اللعيبه اللي موجوده كلهم بيلعبوا في اوروبا بالاحتياطي باللاعبين في المدرج. صح. وشفنا قد ايه الراجل رئيس الاتحاد عمل ايه مع النادي الاهلي عشان ياخد البطوله بتاعت امم افريقيا. الجواب اللي احنا المصريين، الجواب راح استخبى وخلوا البطوله تتعمل في ملعب المنافس، ودي ضد كل اللوائح اللي موجوده في العالم كله. كارثه. فشوف الراجل عمل ايه، وبعدين في نفس الوقت بيدافع عن فرقته وعن بلده، وعلى طول الكونفدراليه واخدينها كذا مره وبطوله افريقيا. فطبعا الحرص الشديد جدا على انه ينجحوا المنظومه الكرويه. الحاجه الثانيه بيختار مدرب في توقيت صعب جدا. صح. 3 شهور بيجيب مدرب وطني محبوب جدا من اللعيبه، في قريب من سنهم، سن صغير، كنت لسه هقول لك سنه صغير، فاهمين بعض. امال ايه؟ شوف حضرتك يعني حتى هم بيحتفلوا بيضربوه على دماغه وحاجات كده يعني. وبعدين لما تبص تلاقي مثلا في الاوقات المهمه كلهم بيستمعوا ليه استماع غير طبيعي، مفيش واحد مثلا بيشرب، واحد بيعمل، لا كله مركز جدا مع صحيح. الكلام بتاعه. الحاجه الثانيه التواضع الغير طبيعي من كل لعيبه. في لاعب كنت دايما انا مشفق عليه وازعلان منه، زواشي. ليه؟ ما كانش بيأدي ويلعب من منترطيف مراخير وحاجات كده، يعني انا اسف في اللفظ، يعني يلعب دايما كده في تعالي. انا بشوفه في البطوله دي بيرجع بيلعب باك رايت وصانع لعب ومهاجم على اعلى مستوى وبيعمل المرتده وبيقاتل في كل الماتشات. النقله دي صعبه جدا، ان واحد مستهتر جدا ما بيأديش وهو الاخر، انك تغير شخصيته، تغير شخصيته في 3 شهور، تخليه بيدافع بالطريقه دي وبيهاجم بالطريقه دي وبيلعب بيعمل صانع لعب بالطريقه دي. الحاجه الثانيه الترابط اللي موجود بين الفرقه قوي جدا، وما بينسوش ابدا فضل ربنا عليهم. صح. بعد المباراه كلهم بيسجدوا. مشهد رائع. شفت مشهد حضرتك رائع بقى. مشهد رائع. امهاتهم يا اميره واهلهم اللي موجودين كلهم في الاستاد، بس مشهد السجود ده فعلا بعد رائع. كل ماتش، عارف حضرتك لما تنزلي انت الملعب ومع ال 80,000 اللي عمالين يزيطوا وعمالين يشجعوا، الواحد ممكن ينسى. صحيح. ممكن يتغر. وممكن يتغر. لا مش ناسين دي. وبعد ما بيعملوا دي بيعملوا ايه؟ يطلع يجيب ابوه وهو لابس جلابيه. لا يستعر من ابوه انه لابس جلابيه، ولا من امه. وفي كل ماتش بيعمل نفس العمليه. وتخيلي بقى دعوه ام مثلا تخلي كوره قبل الدقيقه الاخيره الراجل بيحتفظ دماغه وتروح طالعه بره العارضه، الراجل بتاع البرتغال امبارح. فدي كلها ارتباطات وتكاتف. الناس بتستهون بالتفاصيل الصغيره دي لكنها مش صغيره. لا لا لا، مش صغيره، مش صغيره. الترابط ده، الترابط ده. اولا المغرب الفريق الوحيد اللي ما اتغلبش هو كرواتيا. الفريق الوحيد اللي دخل فيه جول واحد، والجول اللي جه ما جاش من منافس، ده جه من واحد من اللعيبه، الكره خبطت في رجليه ودخلت. طبعا يعني حاجه غصب عنه يعني. مين تيم في العالم ما جاش فيه جوال؟ البرازيل والارجنتين كله اتغلب. مش يعني فرنسا اتغلبت من تونس، السعوديه اتغلبت من الارجنتين، يعني غلبت الارجنتين. امال ايه؟ السعوديه غلبت الارجنتين في البدايه. تونس كسبت فرنسا بطل العالم. صحيح. لكن التواصل اللي موجود مع المغرب، لان كل العناصر مع ملاها حساب بالتفاصيل الدقيقه جدا. واعتقد انه ده انجاز للعرب وانتصار ليهم ان احنا بننظم
وما بنكتفيش بكده، ده احنا عندنا فريق عربي بيوصل في دور الاربعه ما حصلتش في التاريخ. بالظبط كابتن عادل، وانا بتفرج على الماتش كده يعني، وانا يعني الى حد ما محدوده شويه في معلوماتي عن الكوره يعني، لفت نظري تحكم المغرب في تفاصيل كتير قوي يعني. يمكن انا بقالي كتير قوي ما شفتش فرقه بتقدر تغير اللعب من اليمين للشمال، في جراءه، قفلوا الماتش زي ما بنقول. ايه اللي بيميز المغرب من ماتش امبارح مثلا؟ عايزاك تكلمني عن ماتش امبارح، انا شفت قوه وجراءه، انا كنت حاسه انهم مدوخين البرتغال يعني بجد، كانوا معصبينهم. تشوف ده ازاي؟ اولا نتكلم على فريق البرتغال في دقيقه، اوكي، كلهم منتخب عالم، كلهم اللي بيلعب في المان سيتي وال بالظبط، فالوقوف قدامهم اصلا لوحده صعب جدا، صعب جدا. اولا الولاد عندهم الثقه في الله ثم ثقه في نفسهم. الثقه في الله بتخلي البني ادم يبقى عنده ثقه في نفسه، فيبقى عارف ان انا الناس دول مش اكفأ مني، صحيح، فانا هادي قدامهم زي ما انا عايز، زي ما هم عايزين. الجانب الفني دي طبعا الجانب النفسي الاول. الجانب الفني تعليمات المدرب بينفذوها على اعلى مستوى. هم طبعا بيقفلوا مساحات، بيقفلوا كل الثغرات من الاطراف، بيقفلوا في العمق، بيقفلوا عندهم هاف ديفندر رائع، رئيس مرابط ده اعتقد ليفربول عايزين يشتروه باي ثمن، بيلعب في نص الملعب مقاتل على اعلى مستوى، الى جانب طبعا زياشي واشرف حكيمي. اشرف حكيمي بيلعب في في باريس سان جيرمان، فبينفذوا الجانب الدفاعي على اعلى مستوى، وراهم حارس مرمى الافضل في العالم، الافضل في العالم، صحيح، وده كان بيبقى احتياطي وما بيلعبش، ومره واحده شفنا الراجل ده بيعمل ايه في كل الماتشات، يعني بيجتاز وضربات الجزاء وفي كل حاجه بيأديها على اعلى مستوى. الى جانب الجانب الهجومي لا يغفلوه، احنا شفنا امبارح تيم المغرب امبارح يكسب اربعه حقيقي، احنا هم ضيعوا جوان كتير، ده في اخر دقيقه في الدقيقه 98 انفراد كامل، والراجل حب يعني ياخدها من فوق الجول، وطبعا ده غلط، كان المفروض ان هو من البدايه يحطها علشان ده كان ينهي اي مجال ان هم يعني يفكروا فيه يتعادلوا او فالجانب الدفاعي ملتزمين جدا، الجانب الهجومي بيأدوه على اعلى مستوى. في روح قتاليه عاليه جدا، اللي بيغلط منهم اي حد بيغلط تبص تلاقي زميله على طول بيعمل عمليه التغطيه عليه بحيث ان العيب ده ما يبانش، مظبوط، وده نتيجه الحب والترابط اللي بينهم. هتبص تلاقي كمان المدرب في عمليات التغيير والتبديل بيعملها بطريقه ما فيهاش غرض غير ان مصلحه الفرقه. احيانا المدرب ممكن يكون بيغلط في تغيير، زي ما غلط امبارح، غلط امبارح في راس الحربه اللي هو نزله، ده راجل اناني اكتر من كره ممكن يلعبها زياشي تبقى جول، صحيح، هو اللي بيلعبها، فدي غلطته. تخيلي حضرتك بقى انه بعد ما يطرد الفريق يبقى احسن، لانه اطرد هو طبعا، يعني ما اكتفاش ان هو ضيع جولين، ضيع جولين وضيع جول انفراد، يعني جولين لو عملها الزياشي كده هتبقى جول، فجولين وعمل وعمل انفراد ما جابوش، وكمان اطرد، وكمان اطرد. فلما اطرد كان فاضل اظن دقيقتين ثلاثه، الفريق تخيلي بقى احسن، لانه لا بيأدي الواجب الدفاع ولا الهجوم. فالمدرب ممكن بيغلط، بس الغلطه بتاعته مش مقصوده، صح، لانه برضه انا اعرف اللي في الدكه برضه في عنده فراوده افضل من اللاعب ده، لكن هي وجهه نظره لازم نحترمها. فتيم المغرب الحقيقه يمكن هي الكلمه اللي حضرتك قلتها انه لازم نحترمها، ومش بس كمتفرجين، هو ده اللي عمله تحديدا لعيبه المغرب، ان هم احترموا وجهه النظر، احترموا بعض. يعني لما حضرتك لسه بتقول لما في لعيب بيغلط اللي جنبه مش بيشوح له ولا انت ازاي، بيشيل وبيضحك ويروح يطبطب عليه ويضحك ويكمل. هي الروح دي، الروح دي بالظبط. احنا بس معانا سكايب من المغرب، حليمه دهوي صحفيه مغربيه باذاعه ام اف ام. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام. انا صحفيه بموقع ام فوسبور. اهلا منورانا يا حليمه، اهلا بيكي، منورانا، وديما مغرب، والف الف مبروك ليكوا كمغاربه، ومبروك لينا طبعا كعرب. سمعانا حليمه؟ معانا، سمعانا جزيل، لانه سمعاكي يعني جيد. شفتي ازاي تاهل منتخب المغرب للمربع الذهبي لاول مره؟
بطبيعة الحال يعني هي فرحة وفخر لكل المغاربة وكذلك كل العرب والأفارقة على هذا الإنجاز التاريخي الذي يعد يعني إنجازا فريدا خاصا لكل المغاربة والعرب، وليس لنا فقط نحن كمغاربة. يعني التأهل التاريخي الذي حققه أسود الأطلس أمس على منتخب البرتغال سيغير كثيرا العقلية العربية والإفريقية، خصوصا عندما نواجه المنتخبات الكبرى الأوروبية. يعني بعد التأهل جاء هذا التأهل على عن جدارة واستحقاق وليس وليد الصدفة. يعني مبروك للشعب المغربي ككل، مبروك لنا كعرب، ومبروك لنا كأفارقة على هذا الإنجاز والوصول للمربع الذهبي للكأس العالمية. عايزاكي تكلمينا بقى كده عن الأجواء عندك في المغرب، احكي لي كده الأجواء عندك في المغرب من امبارح للنهارده عاملة ازاي؟ صراحة الأجواء رائعة جدا، الشوارع مكتظة عن آخرها، الكل حاضر بالمدن، مدن المملكة المغربية من طنجة إلى الجويرة، كل شيء يعني الكل حاضر بقوة ويشجع المنتخب المغربي ويساند أسود الأطلس على هذا الحدث التاريخي والإنجاز الفريد، والكل سعيد جدا بالأداء الذي يقدمه المنتخب المغربي في المسابقة العالمية، خصوصا عندما يواجه الكبار والذي حد شيئا ما من العقدة التي كنا نفكر فيها نحن كعرب، نحن كمغاربة وأفارقة عندما نشارك في المسابقة. يعني لن نشارك فقط من أجل المشاركة، لكن أكد الأسود، أكد المنتخب المغربي أننا نحن كعرب وكأفارقة كما قلت قادرين على مجابهة الكبار، قادرين على الوصول للمربع الذهبي، ولما لا التتويج باللقب. نحن كمغاربة أصبحنا يعني لن نتمنى فقط، ولكن نؤمن متأكدين بأننا إن شاء الله قادرين على تحقيق اللقب. لماذا؟ إن شاء الله. حليمة، شايفة إزاي مواجهة منتخب المغرب قدام فرنسا في النصف النهائي؟ وهتدعموا المنتخب إزاي؟ يعني المقابلة جد صعبة أمام منتخب فرنسا الذي يتوفر على لاعبين كبار كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن نحن كمغاربة لدينا لاعبين في المستوى على غرار كما ظهر بالشاشة بدر بانون العميد السابق لنادي الأهلي المصري يعني المدافع السلطان لفريق القطر القطري، كذلك جواد اليميق، مجموعة من الأسماء الكبيرة، كذلك حارس عارينا ياسين بونو نجم فريق إشبيلية الإسباني. نحن كذلك نتوفر على لاعبين كبار يمارسون في أكبر الأندية الأوروبية وقادرين كما قلت على خلق المستحيل وتتويج لمن باللقب، خصوصا أننا نحن في المربع الذهبي، يعني نحن من بين الكبار في العالم إلى جانب منتخبات تعتبر الأقوى في العالم كالأرجنتين، فرنسا، وكذلك منتخب كل المنتخبات التي شاركت في هذه المسابقة تعتبر قوية وكانت مرشحة بقوة للظفر باللقب، لكن المغرب كان له رأي آخر، وأبناء وليد الركراكي الذي نشكره من هذا المنبر على تقديمه الدعم ويعني روح العائلة الذي شنها داخل معسكر المنتخب الوطني، وهو الأمر الذي كنا نفتقده ليس فقط في المنتخب المغربي لكن في المنتخبات العربية والإفريقية فيها مسابقات. مظبوط يا حليمة. حليمة الدهوي نورتينا، وألف ألف مبروك كمان مرة لمنتخب مغربي شرفتينا في الحريفة. نرجع لكابتن عادل، حضرتك بتقول إنه دي بطولة المفاجآت، بالنسبة لك إيه المفاجآت التانية اللي أنت شفتها غير تأهل منتخب المغرب؟ الاستعداد الجيد من كل الفرق العربيه الحقيقه، السعوديه، تونس، المغرب، السنغال، كل الفرق حتى بما فيهم الافريقيه الحقيقه عملت استعداد جيد وعملت مرحله من المباريات الوديه القويه. يعني تونس قبل ما تلعب في كاس العالم عملت ماتشات قويه جدا مع البرازيل ومع فرق كبيره، ودي الحاجه دايما اللي احنا بنفتقدها، احنا لاعب النيجر وليبيريا والحاجات دي، فطبعا هم بيلعبوا فرق كبيره بحيث ان هو لما يوصل كاس عالم يبقى هو اولا بتدي ثقه، بتدي لياقه بدنيه عاليه، وفي نفس الوقت بتديني احساس ان انا الناس دول مش افضل مني، انا لو بتدرب زيهم وعندي احتراف وعندي كل الامكانيات
انا ببقى افضل منهم في حاجات تانية، وهي الحاجات الاجتماعيه اللي هي مش موجوده عندهم. الترابط اللي بيبقى قوي جدا ده بيبقى بينعكس على الملعب. فالترابط بتاع لعيبتنا كامه عربيه وكامه اسلاميه بيبقى الترابط ده، الاسره بتبقى مهمه جدا بما فيهم الاسره الكرويه او الفريق. يعني اللي انا كنت برضو بحب ان انا اوصله للناس، ريناردو ده اللي كان المفروض انه ماسك منتخب السعوديه، انا برشحه من 2009 انه يمسك منتخب مصر، وكان مرتبه 10,000 دولار. النهارده كل الفرق اللي هو مسكها يا اما خدت بطوله افريقيا يا اما راح كاس عالم. تيم المغرب الموجود دلوقتي الراجل ده كان وصلهم كاس العالم من 4 سنين، وهو اللي عمل البذره دي. يعني بعد فضل ربنا الراجل ده كل الفريق ده كان بيلعب تحت قيادته في 2018. فبرضه الراجل ده من الشخصيات القويه جدا فنيا وسلوكيا وتربويا، فعنده الميزات دي. الحقيقه الحاجه اللي كانت مفاجاه بالنسبه لي ان تيم المغرب يؤدي بالصوره دي، ما يجيش فيه غير جول واحد مش من منافس، من ويوصل لمرحله انه بيكسب كل الماتشات. دي طبعا مفاجاه. دي حقيقة، دي مفاجأة فعلا. كابتن طعيمة، احنا خلصت، كابتن عادل انا اسفة، خلصت مدورتنا، بس لسه مكملين مع ضيفنا الكابتن عادل طعيمة علشان نخرج بره كاس العالم ونتكلم عن كواليس وحكايات مشواره مع النادي الاهلي. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم حلقتنا، استنونا. ورجعنا لكم مرة تانية ولسه معانا ومنورنا نجم النادي الاهلي السابق الكابتن عادل طعيمة، بس في فقرة اتنين وعلى بس فقرة اتنين على واحد. هنخرج بقى من اجواء كاس العالم اللي مش قادرين نخرج منها ونتكلم معاك يا كابتن عن مشوارك في عالم الكوره، في كره القدم، وعلاقتك بالنادي الاهلي. خلينا قبل بس ما نتكلم عن علاقتك بالنادي الاهلي، عايزين نتكلم عن البدايات. اصلا ليه حضرتك لعبت كوره من البدايه، يعني بدايه اختيار الكوره كرياضه؟ وفي احلى في الدنيا من الكوره؟ لا. بكل صراحه لا. كاس العالم 2.5 او 3 مليار بيتفرجوا عليها، العالم كله، الكره الارضيه اجتمعت على الحاجه دي. فطبعا من الصغر بتبقى كره القدم دي المعشوقه بتاعت كل طفل. وبعدين الحظ الجميل والحظ اللي ربنا الواحد بيشكر ربنا عليه ليل نهار، ان والدي واسرتنا والاسر اللي هي داخله في اسرتنا كلهم اهلاويه. حصل انا عند 7 سنين او 8 سنين رحت على النادي الاهلي، قابلت كابتن مصطفى حسين. كان ايام ما فيش الاختبارات بالاعداد، الاختبارات كانت بتبقى عاديه، ومن اول مقابله مدينة الاستمارات وابتدينا في النادي الاهلي في سن صغير جدا. من ضمن الحاجات اللي انا ما انساهاش كان الاهلي بيلعب بطل اوروبا بنفيكا في الاستاد، وكان في تقريبا 120 الف في الاستاد وفي 120 الف بره. وايامها طبعا كانت مدينه نصر ما فيش العمارات والكلام ده، يعني كانت كلها صحراء يعني. فكنا احنا بقى صغيرين لعبنا قبل الماتش ده، وبعد اللعيبه وهي نازله بنحط لهم الورد والحاجات، الحاجه دي لا يمكن تطلع من ذاكرتي واحنا لسه أطفال. صغيرين. تربينا بقى في النادي الاهلي على المصر والاخلاقيات والادب والاحترام. وبعدين لما كبرنا شويه بقينا عندنا 13 سنه 14 سنه 15 سنه بنلاعب دايما الفريق الاول. كان الفريق الاول بيلعب سبت واثنين واربع تمرينات ويلعب ماتش الجمعه. فكان دايما يحبوا يعملوا تراي ماتش قبل ماتش الجمعه، فيلعبونا يوم الاربعاء. بقول ليه القصه دي؟ تبص تلاقي مثلا كباتن الكبار لما يجي يندهلك يقول لك يا كابتن فلان. هو كابتن كبير قوي واحنا لسه اشبال، فيجي يقول لك يا كابتن عادل. يا برضه دي في الودان لا يمكن تتنسي. علمك من وانت طفل يعني احترام، انه احترم الكبير والصغير، هي دي الاخلاق بتاعت النادي الاهلي اللي احنا دايما بنتكلم عنها. ولذلك كنا دايما نحترم العامل، نحترمه زي رئيس النادي، زي اللي شغال في الجنينه، اللي شغال في كل حته. تحس زي ما بيقول الكابتن الخطيب وكل الناس ان احنا عيله واحده. مفيش حد فينا، كل واحد بيخدم في مجاله، وكل مجاله في احترامه. اللي في الحمامات ليه احترامها لانها وظيفه مهمه جدا. بعد كده لعبت طبعا في الاشبال ووصلنا الفريق الاول 66، قامت الحرب. فكنت بلعب من سنه 66 لحد 72 في الفريق الاول،
فكان ايامها في المجهود الحربي اول نادي في مصر وفي العالم العربي في كل حته عمل ماتشات للمجهود الحربي. فكنا النادي اتقسم لمجموعات لفرق بنلعب الماتشات، الدخل بتاع المباراه يروح للمجهود الحربي. الحاجه الثانيه يعمل ماتشات في البلاد العربيه. رحنا كل البلاد العربيه، كان الماتش بنلعبه 30,000 دولار. 30,000 دولار دول ما بيخشوش النادي. 30,000 دولار على خزينه الدوله عشان المجهود الحربي. سافرنا معظم البلاد العربيه علشان الحاجه دي، بس ما بناخدش غير يا دوبك المصروف الجيب بتاع كل لاعب. ابتدى الكابتن يعني كنتوا لا تختلفوا عن ضباط الجيش اللي واقفين بيدافعوا عن البلد، انتوا بتشاركوا باللي بتعملوه اللي هو كره القدم ماديا في المجهود الحربي اللي حضرتك بتتكلم عنه. انت عارفه احنا كنا بنعمل ايه؟ ودي برضو اول مره حد يسمعها. النادي الاهلي بيروح يلاعب الجيش الثاني في الميدان في سيناء على الحدود. على والله ما حدش يعرف الكلام ده، ما حدش قاله قبل كده. كنا بنلعب الماتشات هناك علشان نرفع على الجيش، وكنا بنشوف قناه السويس والجماعه اليهود قاعدين بيستحموا وحاطين الشماسي وبتاع، واحنا الجندي بتاعنا واقف في الميه بالبندقيه بتاعته وبيسخروا منه ان هو. فدي يعني النادي الاهلي كان بيروح فين. وبعدين كنا بنزور بقى، ننزل نشوف الدفاع الجوي والسخوي والحاجات ديت ازاي الجندي قاعد تحت الارض علشان. فطبعا وصلنا بعد كده النادي الاهلي بيلعب اهلي بنغازي، فعجبهم عادل وعصام عبد المنعم فخدونا احتراف في اهلي بنغازي سنه ونص. قبل ما نكمل الرحله دي عايز اسال حضرتك على حاجه مهمه قوي في المرحله دي. كابتن صالح سليم، حضرتك عاصرت كابتن صالح سليم من بدايه مشوارك في النادي الاهلي، كلمني عن كابتن صالح سليم، عن موقف معين مش هتنساه. شوفي كابتن صالح، هو حصل ان انا من حظي الطيب ان الفرقه اللي هي كانت متقسمه كنت انا في الفريق بتاعه، كان كابتن عادل هيك الجول، كنت انا مع كابتن صالح بنلعب مع بعض في نفس الفريق. في كل دقيقه الكره بتيجي الكابتن صالح الاقي الكره قدامي تقول لي يا عادل اذا ما جبتهاش هتبقى ايه، لازم تجيبها. فبيحطها لك بحب وبجمال وبروعه وانكار ذات لا حدود ليه. حصل برضه من ضمن حظ الجيد، وبرضه دي يمكن العمر ده كله انا محدش يعرف، ان احنا انا كنت جار الكابتن صالح في 118 شارع 26 يوليو، كان هو في شقه 9 واحنا في شقه 10. فبالصدفه طبعا بنعزل، كنا في شبرا ووالدي جاب الشقه دي، فبساطف واحنا بننقل العفش صالح سليم وجمال طعيمه. طبعا الكلام ده انا ما قلتوش عمري، فانما يعني بنقوله بقى مع حضراتكم يعني. فطبعا اللي عارفه الاسره المصريه بنت البلد عارفه الحاجات بتاعت زمان، طبق مش عارف الكحك اللي بيروح، طبق العاشوره، طبق الطبق اللي نازل طالع في العماره ده. ايوه الكلام ده صح، طالع مليان نازل فاضي مليان. وبعدين كان الكابتن صالح عنده عربيه فولكس صغيره كده، مش البيتز البيتلز الثانيه، لا كانت واحده ثانيه فولكس بس ايه كرسي واحد مفيش كنبه ورا. كان عنده العربيه ديت، فكنت دايما لما انزل مثلا رايح التمرين فياخدني معاه ويعاملني كاني زميل ليه، يقول لي مثلا والله انا في كذا وعندي مشكله كذا وياخد رايي. وبعدين طبعا كان في خالد الله يرحمه، هشام وخالد كانوا دايما متواجدين مع اخواتي في نفس السن يعني. فكم من التواضع وكم من الادب وكم من حسن الجيره كل ما تتخيليه، وكم من الحياء عنده حياء اللي كانوا يعني فاكرين ان كابتن صالح جبروت. بس مش محظوظ ان انت رحت الاهلي من طفولتك، انت كمان محظوظ ان انت عاصرت الجيل الذهبي للنادي الاهلي، عاصرت كابتن صالح سليم مش بس في النادي، لا ده كمان الجيره يعني حاجه من اعظم الحاجات. احنا بس هنطلع فاصل سريع وهنكمل كلامنا، نطلع فاصل وراجعين لحضراتكم تاني. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا. كابتن عادل طيمه، حضرتك نورتنا وشرفتنا في الحريفه، واكيد مش اخر مره ان شاء الله باذن الله. رجعنا لكم مره ثانيه ولسه مكملين معاكم حلقتنا، ودلوقتي جه ميعادنا مع فقره الستات بتلعبها صح.
ضيفتنا النهارده في الستات بتلعبها صح، ست قدرت انها تكون ناجحه في بيتها في شغلها وفي حبها للرياضه من صغرها. وقعها حبها في الرياضه ده وقعها في حب لاعب كوره بنادي الاهلي. مع الوقت قدرت انها تكون واحده من ابرز الاعلاميات الرياضيات على الساحه دلوقتي. منورانا النهارده المذيعه الجميله مها الصنباطي زوجه الكابتن الكبير هشام حنفي لاعب النادي الاهلي السابق. هنتكلم معاها عن حياتها ومشوارها. اهلا بك يا مها. اهلا بك يا هند، واهلا بك يا اميره. واكيد مبسوطه ان انا موجوده معاكم في قناه النادي الاهلي. انتي منورانا منورانا بجد، ده نوركو. عايزين مبروك على البرنامج. الله يبارك. ما عايزين نتكلم انتي من البدايه، بس كده ناخد حته سريعه. كاس العالم، انتي متابعه كاس العالم؟ اكيد. في حد مش متابع كاس العالم يا هند؟ احنا كلنا متابعين كاس العالم. رايك ايه في اداء المغرب لحد دلوقتي؟ طبعا بدايه كاس العالم، عايزه بس اقول فيه نقطه غير اداء المغرب. طبعا الف مبروك لفريق المغرب صعوده للدور النصف النهائي، وان شاء الله يا رب. خلاص يعني احنا سقف طموحنا زاد ان هو بقى ياخد كاس العالم. هو في احنا عايزين خلاص الكاس، ومفيش سقف طموح بقى بعد كل ده ان شاء الله. يعني اكيد هم قادرين. كاس العالم النسخه دي مميزه جدا ومختلفه عن اي كاس عالم او اي نسخ فاتت، غير اللعب والفرق والاداء والمتعه طبعا اللي احنا بنتفرج عليها من الفرق. في رسائل الحقيقه موجهه من كاس العالم ده. النسخه دي 2022 مختلفه تماما عن اي نسخه كاس عالم فاتت. الرسائل الايجابيه من اول يعني حفل الافتتاح، ظهور الشاب القطري الجميل مع مورجان فريمان، بدايه الحفل الافتتاح بآية قرآنية بتدل، يعني اختاروا حتى اختيار الآية كانت صح، ان هي بتدل على قد ايه احنا آية بتخاطب الناس بمختلف دياناتهم وجنسياتهم. صحيح. واعراقهم يعني. ففي رسائل ايجابيه بقى، وغير الترندات اللي طلعت من الشاب القطري اللي اخذ مشجع الارجنتيني عشان ما كانش معاه فلوس يكمل البطوله، لكذا ترند بصراحه. قد ايه احنا كدول عربيه عندنا رساله ان احنا اولا قادرين ان احنا ننظم بطوله كبيره بحجم كاس العالم، قادرين ان احنا نستوعب اعداد المشجعين اللي وصلت على الدول العربيه، وقادرين برضو ان احنا ننشر ثقافتنا وتاريخنا عبر العالم كله. فعلا قدرنا فعلا نوصل الرساله مظبوط. ورسائل تانية زي ما انت بتقولي، يمكن مثلا من اهمها ان مفيش مستحيل، مش اسمها مستحيل. صح. المستحيل هنا يعني. صح. انا بحط في دماغي ان انا مش هقدر اكسب، فانا ده، لكن لو غيرت الفكر بتاعي هقدر اعمل اي حاجه. حقيقي. من الرسائل المهمه جدا. حقيقي. فعلا اللي وصلت. بالنسبه لمنتخب المغرب طبعا، يعني الحقيقه هو منتخب يدرس لينا كلنا يعني. حقيقة. كدول عربيه. حقيقة. اول حاجه طبعا، اول يعني في الاول احنا هنينا المغرب، الفريق اللي صعد اول فريق عربي يصعد للكورتر فاينل، وبعد كده هنينا المغرب اول فريق يصعد للسيمي فاينل. طيب الناس دي، المجهود اللي احنا شايفينه ده مش حاجه ولدت اللحظه. صحيح. ده تخطيط من 4 سنين. احنا عايزين نوصل لكاس العالم، وصلنا لكاس العالم احنا مش داخلين بقى البطوله علشان منتخب عربي دخل كاس العالم شكرا مع السلامه من الدور المجموعات. مش هناخد اللقطه بس احنا. بالظبط. لا، ده انا عندي هدف. لعبوا اسبانيا تخطوها، امبارح البرتغال تخطوها. طبعا احنا بنتكلم مع على فرق كل اللعيبه فيها اصلا محترفين في دوريات كبيره، فما همهمش الكلام ده. احنا حاطين هدف، مدرب اكتر من رائع، اخد احسن دفاع على فكره، خط دفاع اصلا من فيفا للسيمي فاينل. فطبعا منتخب منظم عنده هدف يا اميره زي ما انت قلتي، حاطط عينه على حاجه معينه، مش فارق معاه المستحيل، ما يعرفش حاجه اسمها مستحيل، منظم جدا في الخطوط الدفاعيه، وطبعا في الهجمات يعني حدث ولا حرج. حارس المرمى امبارح صادت كام كوره؟ حقيقي. اعتقد يعني ما لا يقل عن 30 جول. حقيقي. لا لا، هو جداً هو جداً جداً هو احسن حارس مرمى في اسبانيا، هو واخد احسن حارس مرمى في اسبانيا، واعتقد بعد كاس العالم يعني هياخد جوائز. وفي ناس كتير على فكره، لعيبه كتير جات لها اوريدي عروض احتراف لفرق كبيره. مظبوط. بصي الكلام عن كاس العالم مش هيخلص. اكيد. يعني هو بصراحه متعه زي ما انت قلتي. غريبه، الواحد بيقعد قدام الماتش مش عايز حد بس كده يعدي. صح. بس خلينا بقى نروح لمها. خلينا نبتدي الاول من كابتن هشام. تعرفتوا على بعض ازاي؟ وقصه الحب بدات من امتى؟ لعيب كوره، كنت قبلها بتحبي الكوره ولا لا؟ يعني احكي لنا بقى القصه من البدايه. هو قبليها انا بحب الكوره من وانا صغيره، وبشجع طبعا النادي الاهلي.
والدي كان بيشجع نادي الاهلي الله يرحمه، فهو اللي حببني في الكوره. ده في البدايه عرفت هشام عن طريق كابتن عمر ربيع ياسين، ابن كابتن ربيع ياسين، هو كان يعني صديق مشترك ما بيننا، وهو شاف حاجه فيا وشاف حاجه في هشام وقرر ان هو يجمعنا مع بعض. عمر بيحب يعمل كده قوي، عايز اقول يعني هو في اي شله بيحب ياخد الدور ده. الدور ده فعلا ونجح الحقيقه، يعني ان هو يخدعني ويخدع، يعني هو يخدعني ان هو يعرفني عليه ويخدعه ان هو يعرف عليا، لو هو ما كانش قايل لنا اصلا ان احنا نتقابل مع بعض. أوكي. لا كان قايل له ولا كان قايل لي. هو كان عمل خطة. هو كان عنده رؤيه كده ولعبها صح. وعرفنا على بعض والحمد لله، يعني كان لنا نصيب ان احنا نبقى مع بعض الحمد لله. مها زميله اعلاميه طبعا وناجحه جدا في شغلها، دخلتي ازاي مجال الاعلام؟ دخلت ازاي مجال الاعلام؟ انا كنت طول عمري حابه ان انا اكون مذيعه او اعلاميه، وكان نفسي ادخل على فكره كليه اعلام، بس الحقيقه وقتها انا كنت مقيمه في اسكندريه، وكانت مامتي بقى لا او اعلام القاهره، مفيش بنات تروح تعيش لوحدها في القاهره وكده. فخلاص الحلم ده اتشال من دماغي واشتغلت في في في, في مجال تاني خالص. انت اصلا خريجه ايه؟ تجاره انجلش. اوكي. واشتغلت في مجال تاني، البانكينج والفاينانشال انستتيوشن، يعني دخلت في قصه تانية وليله تانية خالص. بعد كده قررت ان انا بصي يا اميره، ما اعرفش، هو واضح ان احنا كل ما بنوصل لسن معين بتبتدي لا يعني ستوب بقى، وانا هكمل لغايه امتى في اللي انا فيه ده، الحاجه اللي ما بحبهاش. لا هي بصي حتى لا، انت لازم تبقي ساتيسفايد وراضيه بالحاجه، بس مش هو ده الباشن بتاعك بقى. ما هي الباشن بالظبط هو اللي هيخليكي تكملي. صح. طبعا. صح. فقررت لا انا هقول ستوب لغايه هنا، اي ويل كويت، وحنهي كارير الكوربت، كارير اصلا من حياتي كلها ده. قبل ما افكر اصلا في الاعلام، قبل ما تجيلك اي فرص في الاعلام قبل ما تفكري خالص خالص. انا قعدت سنه. ده قرار صعب جدا. وقرار يعني انا مش عارفه انا خدته ازاي لغايه دلوقتي، بس انا كنت بفكر فيه من بقالي سنتين بفكر فيه، وبعدين سالت نفسي سؤال، هل انا بعد 5 سنين، السؤال عارفه بتاع الانترفيو هذا، شايف نفسك فين كمان؟ هل انا كمان 5 سنين هبقى ساتسفايد بالحاجه اللي انا بعملها؟ لا. اوكي لغايه دلوقتي بعملها كويس وناجحه فيها، بس بعد 5 سنين لا انا مش عايزه ابقى كده، مش عايزه الحياه دي، مش عايزه خلاص يعني. خدت وقتها معايا ومش قادره. في ناس ممكن تكمل فيها عادي، بس انا بالنسبه لي كشخصيتي لا. وخدت قرار وقعدت سنه، عايزه اقول لك قعدت سنه بحاول اعمل بالانس، لان غصب عنك الشغل بيأثر عليكي طبعا، الست خصوصا بيغير طبيعتها شويه. صحيح. ايا إن كان انت بتشتغلي ايه، بيمباكت او بينعكس على طبيعتك الشخصيه. فقعدت سنه كده بحاول ارجع، لا يعني ارجعي بقى خلاص، انسي الكوربريت لايف، انسي التارجت، انسي المنافسه اللي انت كنت فيها. لدرجه ان انا خدت بالي ان انا كنت مثلا لو ورايا مشوار انا لازم 3 ساعه اجهز، ازاي ما اعرفش. دلوقتي بقى براحتي مفيش حاجه. قعدت اسال نفسي طب ليه انا، ايه التغيير ده؟ تغيير ان انا كنت بشتغل في تارجت ولازم ابقى رقم واحد وبجري وطول الوقت بجري، لكن الحياه اختلفت بصراحه بعد ما قررت ان انا يعني اكويت شغلي واتجه بقى للاعلام. ده بعد سنه من ان انا قعدت مش عايزه اشتغل. قعدتي سنه مش عايزة في البيت. مش عايزه اعمل اي حاجه. مش عايزه ولا السنه دي لسه بتشوفي هتعملي ايه؟ لا قعدت سنه مش عايزه اقرر اعمل ايه دلوقتي، وجالي عروض لحاجات ريليتد لشغلي القديم للفيلد بتاعي، بس انا كنت مقرره ان انا خلاص خدت القرار واخدت برج ايه؟ سرطان. سرطان. اوكي. ده نادرا يعني برج السرطان ان هو ياخد القرار ده. الكومفورت زون عنده عالي قوي. حقيقي. طب ليه اخترتي المجال الرياضي تحديدا؟ يعني تمام اشتغلتي في الاعلام، بس ليه اخترتي ان انت تشتغلي في الرياضه؟ اولا انا بحب الرياضه. يعني عشان انا بحب الكوره وبحب اتفرج على الماتشات، ف ككورة لا يعني المجال حلو ان انا اشتغل فيه. بتحبي الكوره ولا هشام حبيبك فيها؟ يعني لسه كنت هقول لك. لا بصي انا بحب الكوره من الاول، بس طبعا هشام حببني فيها. ليه؟ لان انت لما بتتفرجي على مباراه معاكي اصلا لاعب كان نجم، يعني قاعد جنبك بصرف النظر ان هو جوزي، لا انا بتكلم على هشام كلاعب كوره في النادي الاهلي منتخب مصر، فقاعد جنبك نجم، فانت بتشوفي انت عندك الاستوديو التحليلي قاعد على الكنبه في البيت، مش محتاجه تشغلي استوديو تحليلي. فانا ببقى خلاص انا فاهمه التقنيات بقى بتاعه الكوره. انا الاول كنت مشجعه، دلوقتي لا ده مش عارفه الفريق هنا هيلعب تاكتكس وحاجات معينه. وهو كمان كان مدرب وكان مدير يعني فني وكان مدير كوره، فاوريدي كمان انا يعني بستفاد منه. فلا خلاص انا حابه المجال ده وهدخل فيه، وهو بصراحه هشام اللي شجعني برضه عشان اكون صريحه. لسه كنت هسالك السؤال ده، يعني طبعًا. حصل تشجيع دعم ما قالكيش في الاول لا وتشتغلي مذيعه ليه وكده، ما اعترضتش خالص؟ بالعكس ده هو اللي قال لي
قال لي انا شايفك ان انت تشتغلي مذيعه. قلت له بص انا عندي الحلم ده من زمان بس انا لسه مش مقرره دلوقتي هل اشتغل ايه اصلا يعني. انا قال لي لا حاولي تركزي في القصه دي, وركزت في القصه دي فعلا وقتها وقت الكورونا. وقعدت اخد حاجات كورسز اونلاين عشان كنت عايزه اشوف نفسي الاول. يعني مش اللي هو هي يلا انا هبقى مذيعه ولا لا, يعني انا عايزه اخد نفسي يعني اخد كورس واعمل فيديوز انا من نفسي واعمل حاجات انا اشوف نفسي شايفه نفسي بعرف اتكلم شايفه نفسي حابه الموضوع ده ولا لا. لان انا خلاص وانس ان انا انهي يعني نهيت حياه كارير معين هدخل بقى حياه تانية حباها عندي باشن فيها. بالظبط كده. عارفه يا مها اللي انت بتقوليه ده مهم قوي للشباب والبنات الصغيرين اللي هم بيبقوا حابين حاجه بس هو مش متاكد هو شاطر فيها ولا لا. ممكن انا بقى عايزه اغني بحب الغنى بس انا صوتي وحش ما عنديش المهاره دي. اللي ما عملته ان هي اتاكدت الاول بالظبط هو كده. انا هعرف اعمل ما هو ده ما هي ما هو انت فعلا لو ما اتاكدتيش وقعدتي شفتي نفسك في فيديو اتنين وتلاته وحبيتي نفسك محدش هيحبك محدش هيقبلك حقيقي. فدي فعلا نقطه مهمه جدا. احنا فقره الستات بتلعبها صح. شايفه الست بتلعبها صح ازاي علشان او ايه الخطوات اللي ممكن تعملها عشان تقدر توفق من ما بين بيتها وشغلها؟ اول حاجه الست في شغلها لازم تعمل تيرن اوف لمشاعرها وتعمل تيرن اون لمشاعرها في حياتها الخاصه. لا بمعنى يعني انت في شغل فانت ايا كان شغلك طبيعه شغلك ايه ما ينفعش تتعاملي بمشاعرك. انت لازم تبقي حد بروفيشنال لازم تعرفي تاخدي القرار امتى قرار جريء يعني ناجح امتى. لو انت خدتي قرارات في الشغل بناء على العاطفه صدقيني مش هتوصلك لحاجه قوي. يعني انت في شغلك لازم تشغلي عقلك اكتر لان الست بطبيعتها عاطفيه قوي. في البيت الاثنين مش هقول لك قلبك بس قلبك وعقلك يعني ما ينفعش تشتغلي مثلا تشغلي عقلك وانت مع جوزك 100% ممكن يحصل لك حالات انتحار تجنني يعني ممكن يحصل لك حاجه. لازم تبقي بالانس ما بين الاثنين. ولازم حاجة مهمة أنا اتعلمتها إن شغلك ما يأثرش على حياتك وحياتك ما تأثرش على شغلك. وانس إن أنت دخلتي باب الاستوديو وانس إن أنت دخلتي باب الشركة اللي أنت بتشتغل فيها وات ايفر أنت بتشتغلي في إيه شكرا بقى ارمي ورا ظهرك. بالظبط بس كده. إحنا مميزين عن الرجالة برضو إحنا مالتي تاسك. ايوه على فكره دي مين اللي خدنا نعرف نرمي ورا ظهرنا. وان تاسك الرجاله وان تاسك. انت ممكن تبقي قاعده في شغلك يا اميره وبتفكري في ولادك اللي في البيت وجوزك مش عارف عنده صحيح. مشوار مزبوط. ايه الرجاله لا هو في الشغل بيفصل ما يعرفش يعني. ما يعرفش فعلا طبيعي. بالظبط يا مها بجد نورتينا جدا وبسطنا جدا معاكي وللاسف خلصت فقرتنا النهارده. نطلع فاصل ونرجع تاني. ورجعنا لكم مره ثانيه وصلنا معاكم لاخر فقرات حلقتنا النهارده استشاره طبيه. كتير مننا او معظمنا بنفضل سايبين نفسنا للاكل والعادات الصحيه السيئه فبنلاقي نفسنا وزننا زاد واحنا مش حاسين. ما بناخدش بالنا غير لما يحصل لنا مشكله صحيه او نلاقي نفسنا مش لاقيين مقاسنا في اللبس ونبدا نتخض ونجري ونقعد نسال نخس ازاي. طب انا عايزه اخس 20 كيلو في شهر واللي عايز يخس 10 كيلو في اسبوع ضروري عشان عنده مناسبه. كل ده هنقدر ان احنا ان شاء الله النهارده بعد دكتورتنا اللي منورانا دكتوره مي عبد اللطيف هنقدر نلاقي له حلول. اخصائيه التغذيه العلاجيه وعلاج السمنه من الفريق الطبي لشركه اون تارجت هنلاقي معاها حلول للمشكله دي علشان ما نتخضش. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك. عامله ايه؟ الحمد لله تمام. اتفضلي يا استاذه. يلا عايزين نعرف منك هل فقدان الوزن بشكل سريع ده حاجه صح ولا غلط وليه؟ مش اكيد هو حاجه مش صحيه. ان انا اصلا جسمي الناس اللي عندها مثلا وزن زياده او سمنه طبعا بقالها سنين جدا كتير عماله تاكل في اكل مش صحي والعادات بتاعتها مش صحيه فانا خلاص انا جسمي بيتعود على اللايف ستايل اللي انا بعملها. انا جسمي بقاله فتره طبعا متعود على الدهون الزياده واعتبرها جزء منه حته منه زي ما بيقولوا. فانا ما ينفعش في نفس الوقت اجي اعمل زي تشوك كده صدمه لجسمي واحرم نفسي عشان يعني فاكره ان انا كده بخس بسرعه. ده طبعا غلط لان انا كده هعمل حاله يعني الجسم مش هيبقى فاهم انا بعمل ايه. هيفقد طبعا فيتامينات هدخل في مشاكل صحيه كتير جدا. فان انا اخس بشكل يعني دهون كتير قوي او مثلا ممكن كمان اخس عضلات يعني في ناس سهل قوي ان انا افتح النت اشوف اي نوع دايت ما انا مش عارفه هل هو هيناسب جسمي او لا وفي الاخر هخس بس انا ممكن انزل عضلات والعضلات دي طبعا هي دي اهم حاجه هي التكوين وبنيان الجسم بتاعي. فلو انا خسيت عضلات دي طبعا كارثه هتؤدي
مناعتي هتضعف، هتأثر على شكلي، على كل حاجة. فالخسسان بسرعة قوي ده والكيلوات الكتير قوي دي طبعا حاجة مش صحية خالص. بالظبط، معلومة ان الجسم أذكى مننا. أول لما بيلاقينا بنحرم نفسنا بشكل مفاجئ من كل الدهون وكل النشويات بيعمل إيه؟ بيخزن الدهون أكيد، وبيدخل في حالة عند معايا. لو أنا عملت له صدمة ان انا حرمته، لان هو متعود ان انا كل شويه بدخل له اكل سواء بقى صحي او مش صحي، فهو كل شويه بياخد الاكل ده يحرقه ويديني طاقه، ياخد شويه من الاكل يخزنه في الخلايا الدهنيه على شكل الدهون. فلما انا الاقي نفسي ان انا حرمت الجسم بقى، هو خلاص هو حاسس ان دلوقتي في حاله اسمها احنا بنسميها ستارفيشن، يعني مجاعه. فبيبدا حاله المجاعه ديت ان الجسم يدخل في حاله اسمها الادابتيشن، ان هو يبدا يعند معايا، وممكن كمان ما يخسش دهون. يعني انا بحرم نفسي وفاكره ان انا كده هخس، بس ده مش صح، لان الجسم كده انا دخلت معاه في حالة دهن عند، لان هو محتاج الاكل، محتاج الغذاء عشان يديني طاقه، وكمان يدي الجسم كل الفيتامينز وكل الحاجات اللي هو محتاجها. طب يخزن اكيد. نبقى مش مظبوطين. ايه الاضرار اللي ممكن تحصل لشخص لما يتبع بقى الدايت القاسي ده، اللي هو انا يا جماعه عايز اخس 10 كيلو في اسبوع ومش عارفه ايه ومزنوق بس عندي فرح ولا عندي ايه؟ هو اولا احنا على فكره احنا ممكن نخس في وقت قياسي، بس لو انا اول حاجه اتجهت لدكتور تغذيه، حد كويس، اتجهت للدكتور يكون فاهم. اهم حاجه ان انا افهم جسم البيشنت اللي قدامي هو محتاج ايه، ايه الفيتامينات اللي ناقصاه عشان اقدر اعوضه، عشان لما يجي يخس ما ندخلش في حاله انيميا او مثلا نقص مناعه، حاجات كتير قوي. فانا ممكن اخس الكيلوات مثلا الكتير في وقت قياسي، بس لو انا اتجهت صح، اللي هو مثلا يجوا لنا طبعا عندنا في شركه اون تارجت فارما، احنا هنعرف نوجههم، عندنا كورسات كتير بتساعد الناس اللي بيبقى عندها حاله سمنه او يعني زياده في الوزن وما بتقدرش تعمل كنترول على الشهيه بتاعتها. هي طول الوقت عايزه تقعد تاكل، مش قادره. يعني حتى في ناس كتير قوي تبقى اصلا مش جعانه، بس هي عايزه تاكل من باب بيتسلوا الفراغ الزهق. ففي عندنا الكورسات هي بتديهم احساس الشبع، اللي هو خلاص انا مش عايز اكل، فساعتها احنا بنساعدهم بالكورسات دي مع النظام الغذائي. احنا بنتابع معاهم متابعه مجانيه طول فتره الكورس عشان نقدر نتحكم في الشهيه ونعرف ايه المشاكل اللي هي بتواجههم وبتادي لحاله السمنه. ساعتها احنا هنخس وهنخس بشكل صحي، لان انا عرفت انا رايحه فين. ما اروحش مثلا على النت افتح اي نوع نظام غذائي واعمل دايت من نفسي، لان ده اكيد ده غلط. انا مش فاهمه جسمي محتاج فيتامينات ايه، ايه الاكل المفيد اللي هو محتاجه، الثقافه الهيلثي لايف ستايل دي مش عندي. فانا لازم اروح عند حد فاهم عشان نقدر نديهم ثقافه جديده ان احنا ازاي ناكل كل اللي احنا عايزينه، بس طبعا بطرق صحيه في مواعيد معينه بكميات برده معينه، عشان ابدا اسستم جسمي ازاي بقى يبدا ياكل صح، وازاي يخليه اجبر انا بقى اللي بجبر جسمي ان هو يبدا يحرق من الدهون اللي متخزنه جوه. ما هو بالظبط كده، انت عندك مشكلتين في الخسسان. ناس بتبقى عندها شهيه مفتوحه فعايزه تاكل طول الوقت، وناس حرقها اصلا مش حلو ضعيف. انت بتحلي مشكله التغذيه من انت الكورس ده بيخلي الناس تحس بالشبع. تمام. طيب مشكله الحرق بنحلها ازاي؟ تمام. احنا اول حاجه حضرتك قلتي فعلا هما دول اهم مشكلتين. اول حاجه ان الناس مش عارفه تسيطر على شهيتها، وكمان في ناس بقى بتتحاجج مع دخول الشتاء احنا هنبدا بقى ناكل كتير وعادي، يعني هو الشتاء بيخلينا ناكل. لا، الشتاء فرصه هايله جدا ان يخليني اخس اسرع، لان هو هيبدا يحرق من الدهون اللي متخزنه جوه. بس انا لازم اساعد جسمي بحاجه، بعامل مساعد من بره عشان يسد الشهيه دي. فعندنا كورس الاناسيليم. الاناسيليم ده عباره عن ايه؟ عباره بتبقى اكياس كده ساشيت باودر بتتحط على نص كوبايه ميه، باخدها قبل الاكل بتاعتي الوجبه بنص ساعه لساعه. فكره ايه الاناسيليم؟ يعني ايه اناسيليم او ازاي هيخليني احس ان انا ابقى شبعانه؟ هو احنا بنسميه البديل الامن والطبيعي لعمليه بالون المعده. يعني ايه؟ يعني اول ما باخده دي عباره عن الياف طبيعيه، اول ما بتنزل المعده بتبدا تنفش، بتعمل بولكينج في المعده وبتبدا تتمدد على، يعني عشان تشغل اكبر حيز من المعده. كل ما هتشغل حيز كبير من معدتي انا ساعتها احس بشبع اكتر. بالظبط. وكمان لازم بعديها اشرب كوبايتين ميه، لان الالياف بتحب الميه جدا. فكل ما هشرب ميه كل ما هتتمدد وتنفش في المعده اكتر، فهتديني احساس قوي جدا بالشبع. يعني ممكن نقول من 8 ل 10 ساعات على مدار اليوم هحس ان انا شبعانه. فساعتها احنا كده حلينا مشكله للناس اللي عندها شراهه، لان خلاص هو بقى حاسس الجسم ان هو شبعان. هنبدا احنا طبعا، يعني ده دورنا بقى كفريق طب في شركه اون تارجت فارما، ان احنا بنبدا نتدخل معاهم بالنظام الغذائي الصحي. بنبدا نظبط اكلهم، العادات بتاعتهم، المواعيد، الكميات، كل الحاجات دي. مع الكورس احنا كده عرفنا ان احنا نتحكم في الشهيه وكلنا اللي احنا عايزينه بس بشكل صحي. احنا كده حلينا مشكله الشهيه. في حاجه تانية مثلا برضو انت لسه قايله حوار الناس اللي عندها حرق بطيء، او في ممكن واحد بيعمل دايت
دايت ويبدا يحس ان انا خلاص حصل عندي ثبات في الوزن. أوكي. مهما خسيت ومهما حرمت جسمي انا ما بقتش اخس. برضو عندنا كورس الاناسيليوم في السلاك. السلاك ده هايل جدا للحالات اللي عندها ثبات وزن او ما بتحرقش بسرعه. او الناس في ناس مثلا عندها مشكله في الغده الدرقيه. الغده الخمول طبعا بيؤدي ان الوزن بيبقى زايد، هرمونات الحرق طبعا بتبقى متوقفه تماما، فساعتها السلاك في الكارنتين دي من اهم المواد واقوى المواد اللي بترفع عندي هرمونات الحرق وبتزود الحرق جدا في الجسم. وطبعا الكافيين طبعا لا غنى عنه، كلنا بنبقى عايزين كافيين اول ما بنبدا نعمل دايت، بنبقى محتاجينه في جسمنا عشان ده برده حاجه من الحاجات اللي بتزود الحرق. فالسلاك ده احنا بنعتبره يعني الحاجه اللي بتدي بوش كده او دفعه للجسم ان احنا ننشطه تاني، نعمل له عمليه تنشيط انه يصحى ويبدا تاني يحرق من الدهون الموجوده عشان نقدر نطلع من حاله الثبات او حاله عدم حرق الدهون دي. عايز اسالك بقى على حاجه، في ناس بيبقى عندها سمنه في منطقه البطن تحديدا، يعني يبقوا راضيين عن جسمهم كله والبطن هي زايده شويه اكتر من بقيه الجسم، يمكن دي جيناتكس كمان بتاعتنا كمصريين. هل الكورس ده يقدر يفيدهم في القصه دي؟ اكيد طبعا، لان احنا عندنا كذا حاجه. اول حاجه هنبقى مثلا الناس اللي عندها بتبقى الدهون متراكمه اكتر في البطن والارداف، عندنا ساعتها الاناسيليوم، لان زي ما قلنا هي عباره عن الياف بتحسسنا بالشبع. غير كده ان فيها ماده اسمها البرومالين، الماده دي بتزود حرق الدهون في الجسم جدا. فاي مكان اي مثلا يعني الدهون متراكمه في حته، احنا برضو وظيفتنا ان احنا بنعمل زي ريشيبنج للجسم، بنخلي الناس يبقوا حابين جسمهم بعد ما بيخسوا. وطبعا لازم نحافظ على الجسم ان ما يحصلش فيه ترهلات ويبقى الجسم مفرود كده ومشدود، فالاناسيليوم هيساعدنا طبعا جدا. عندنا برضو السلاك دي برضو هتبقى هايله قوي ان هي بتزود الحرق بالذات في الاماكن احنا بنسميها الاماكن تراكم الدهون، اللي هي الدهون العنيده اللي ما بتخسش بسرعه، او مثلا بنيجي في الاخر الاخر 5 6 كيلو دول بيبقوا يعني صعبين شويه، مركزين في حتت معينه. فساعتها احنا لازم ندي حاجه مكثفه، السلاك مع الاناسيليوم، وكمان ممكن ندي كبسولات الاناسيليوم. الكبسولات دي طبعا كلها مواد حارقه بتزود الحرق، فاحنا كده بنشتغل اكتر على الدهون اللي موجوده في اماكن ما بتبقاش عجبانه قوي في شكلنا، ان احنا عايزين نعمل ريشيبنج، نخلي شكل جسمنا متناسق، مفيش دهون في حته وحته لا. فطبعا الكورس هيفيدهم يعني، بس على حسب بقى الكورس المكثف الكورس العادي، احنا بنبدا يعني نرشح لكل حاله ايه نوع الكورس اللي هينفع معاهم. دكتور، الناس هتتواصل معاكم من خلال السوشيال ميديا البيجز بتاعتكم، بتقول لكم على المشاكل وانتم بتحددوا بقى ايه المشكله، ايه الكورس المناسب. هننزل اهو المنتج عندنا وصفحات التواصل، هم يقدروا يتواصلوا معانا عن طريق الارقام واتساب او مكالمات، كلها نازله قدامنا على الشاشه. تمام. والاوفيشال بيجز بتاعتنا على الفيسبوك اون تارجت فارما، والاوفيشال بيج بتاع الدكتور نهال حافظ على الفيسبوك، واون تارجت فارما على الانستجرام. بيبداوا يبعتوا لنا، واحنا في زي استماره اونلاين بتبقى عباره عن اسئله كتير كده عشان ناخد الميديكال هيستوري بتاعه الناس، عايزين نعرف طبعا الوزن، السن، الطول، هل في مشاكل صحيه، هل هم عملوا تحاليل، بنطلب حاجات على حسب بقى يعني الاسئله الاول. بنعرف ناخد كده جنرال انفو كده عنهم، وبعدين نبدا مثلا لو في مشكله في الحرق اكيد طبعا في تحاليل هتبقى محتاجين نطلبها، مثلا تحاليل غده. عايز اسالك على حاجه، انت لسه بتقولي انه في من ضمن الكورس كبسولات بتساعد على الحرق، ممكن احنا دايما بنسمع عن حالات وفاه بسبب ادويه الحرق او الدايت، لان هي بتزود ضربات القلب بشكل معين. عايزاكي برضو تشرحي الناس اكتر عن الكبسولات دي، مكوناتها امنه 100%، بتزود الحرق ازاي، يعني ايه الميكانيزم بتاعتها اللي بتزود الحرق؟ تمام، حلو، سؤال حلو قوي. لان فعلا طبعا الكبسولات دي احنا يعني شفنا ان هي منتشره جدا على النت، وفعلا زي ما انت قلتي في حالات كتير قوي يعني بتادي لمشاكل مرضيه كتير. احنا عندنا كل انواع الكورس اللي عندنا، هو الكورس الاناسيليوم مش برودكت واحد زي ما احنا لسه قايلين، بقى في كبسولات والسلاك كذا حاجه. هنتكلم عن الكبسولات، احنا هدفنا ان احنا عايزين كل نخاطب كاننا كل الفئات العمريه، الاطفال، لو سيده في فتره الرضاعه او في فتره الولاده، اصحاب الامراض المزمنه، عايزين الكورسات بتاعتنا تنفعهم كلهم، ما نجيش نقول ده مش هينفع او ده هينفع. فالكبسولات عباره عن كلها اعشاب، كلها بتزود الحرق، اعشاب طبيعيه ما فيهاش اي كيميكلز. الكبسولات الثانيه اللي انت لسه قايله عليها على النت دي بتبقى فيها مواد كيميائيه بتشتغل على المخ، طبعا ده ضرر وده غلط كبير جدا. احنا كل الحاجات اللي عندنا ان هي بتشتغل على الدهون الموجوده في الجسم، زي مثلا فيها ماده اسمها جارسينيا كامبوجيا، الماده دي اعشاب طبيعيه، بكل وظيفتها ان هي بتقلل الشراهه ناحيه النشويات والحلويات.
في ناس كتير عندنا يعني المشكله دي. بحب اكل مكرونه كتير، رز، بتحب حلويات، حتى لو مش جعانه. يعني هي بتسد الشهيه، بتسد وبتحرق الدهون اتنين. فمثلا لو حد عايز مثلا سي ياكل رز، مكرونه بشاميل، اي حاجه من الحاجات الحلوه دي، هنديله الكبسولات. الكبسولات دي هتقلل الشراهه، يعني مثلا بدل ما كان بياكل قطعه كبيره او قطعتين هيبدا ياكل قطعه او نص او اقل كمان. فاحنا وظيفتنا ان احنا مش عايزين نخلي الناس تحس ان هي محرومه او ان هي شايفه سفره جميله في اكل كتير فانا مش عايزه اكل. لا، هو هياكل كل الاكل اللي كل الناس بياكلوه، بس احنا بنلعب على الكميات. وكمان الماده دي برده فيها مواد كتير بتزود الحرق في الجسم، زي فيها ماده برده مستخلص الجريب فروت، طبعا دي بتسد الشهيه برده وبتزود الحرق جدا. فيها التوت مثلا، فيها مواد كتير جدا، كلها اعشاب طبيعيه. فيها برضو الكارنتين. الكارنتين ده ممكن الناس تفتكر ان دي ماده كيميائيه، بس لا، الكارنتين ده المسؤول ان هو بيزود الحرق، وانا اصلا جسمي هو اللي بيفرز اصلا الكارنتين. فدي يعني ماده ده امنه، بيساعد بس علشان يعني نسبتها بتبقى زياده. بالظبط. فانا كده كده انا بدي حاجات كلها طبيعيه لجسمي. لو انا مريض قلب مفيش مشكله ان انا اخد الكورس ده؟ مفيش، لا طبعا مشكله خالص. مثلا احنا عندنا بنقسم، مثلا خلينا نقسم برضو الفئات عندنا. اول حاجه الكورس العادي ده هنديلهم مثلا اللي هم للاطفال، ولو سيده بترضع مثلا او اصحاب الامراض المزمنه زي مثلا الضغط والسكر هنبدا نتعامل معاهم. او ايه الكورس اللي احنا هنرشح لهم؟ هنديهم الياف الانسيليم عشان دي طبيعيه وامنه على الاطفال طبعا من سن 3 سنين، بتزود الحرق، بتحسس الشبع. وهندي لهم برده كمان في الكورس سكر سيسل. سكر سيسل ده طبعا امن، حتى لو حد عنده سكر اصلا احنا بندي له سكر سيسل، لان في ماده اسمها سكرالوز، الماده ديت ما بترفعش نسبه السكر في الدم، وامنه جدا وملهاش سعرات حراريه، يعني تقريبا الكيس بيعادل معلقتين. فاحنا لو خدناه طعمه حلو، نفس طعم السكر الابيض، بس طبعا بعيدا عن اضرار السكر الابيض تماما. فدي ماده يعني سكر امن جدا ان كل الناس تقدر تستخدمه. وممكن برده نحط لهم مثلا الجرين كوفي عندنا بطعم الموكا والبندق، ده برضو بيزود عندي الحرق، بيزود عندي كمان احساس الشبع. ده الكورس مثلا العادي. في مثلا الناس الفئه الثانيه مثلا اللي عندها خمول في الغده، طبعا ما بتحرقش، او مثلا حصل عندها ثبات في الوزن، ما بدات خلاص انا مثلا عملت دايت ووصلت عند مرحله خلاص انا مهما عملت وزني ما بيتحركش. ساعتها بنتدخل معاهم بالكورس المكثف، هنحط السلاك عشان السلاك كله حاجات بتزود الحرق، بترجع تنشط هرمونات الحرق اللي هي التي 3 والتي 4 عندي في الجسم، عشان نبدا نحرق من الدهون المتخزنه، وكمان امنع الجسم ان هو يبدا يحوش دهون من بره. يعني مهما اكل ما اخليش جسمي ياخد الاكل ده ويحوشه دهون. لا، هيحرقه كمان. وبرده هنحط لهم السكر السيسل، ممكن برده نحط لهم الكبسولات عشان نزود عندنا الحرق. فدي كذا فئه كذا عندنا. كورس. طيب دلوقتي انا واحده وزني زايد وعايزه ابتدي معاكي الكورس، هاخد قد ايه وقت علشان احس فعلا بنتيجه من الكورس مع الدايت اللي انت هتبتدي؟ تمام. هو اول حاجه احساس الشبع اللي احنا بنتكلم عنه ده، حيك اول ما هتشربي الكوبايه انت هتاخدي النتيجه فورا. سد نفسنا ليه يا بابا؟ احساس عشان ناكل الواحد ليه؟ لا، مش بنسد، يعني احنا بنقف بنقلل الشهيه. في ناس فعلا ما بتعرفش تعمل عندها كنترول، وفي ناس بتاخد ادويه زي الانسولين وادويه مثلا الانتي كانسر، فبتبقى غصب عنهم شهيتهم بتبقى عاليه جدا. فبيبقوا عايزين ان احنا بس نقلل الكميات. احنا عندنا مش هنحرم حد، هناكل اللي احنا عايزينه بس بكميات قليله. فان انا اقدر ان احساسك بالشبع ده، انت مجرد ما هتشربي كوبايه الانسولين هتحسي ان انت شبعانه. بس نبدا بقى ننزل دهون، او ان احنا تحسي بقى شكل مثلا من اسبوع ل10 ايام هتبداي تحسي تغيير في المقاسات في شكل جسمك. من اسبوع ل10 ايام؟ تمام. وبرده على حسب نسبه الدهون، على حسب برده الحالات الصحيه، يعني لو حد عنده مشكله في الحرق، يعني كل حاله ليها الفتره. بس مثلا احنا بنقول في الاسبوع للناس اللي عاديه ما عندهاش مشاكل مثلا من كيلو ونص ل3 كيلو. واعتقد ان ده وزن يعني مش مضر صحيا، يعني لا طبعا. يعني احنا اهم حاجه ان احنا نحافظ على صحه البيشنتس بتوعنا. لان كمان الكورسات بتاعتنا فيها فيتامينز كتير، فيها زي فيتامين سي، ده مهم طبعا جدا عشان المناعه، وكمان عشان بيزود الكولاجين اللي في الوش عشان يديني البشره. لما في ناس تخس مثلا تقول لك انت خسيتي، انت شكلك تعبان، فالكلمه دي بتضايق قوي. ففيتامين سي طبعا بيزود نضاره البشره، بيديك اللي هي الجلوي دوت في البشره. فطبعا الكورسات بتاعتنا كلها مزوده بفيتامينات
ومعادن الكوتش يعني الجسم بيبقى محتاجها. فلما بنخس بشكل صحي، والاهم ان احنا نحافظ على صحه الناس، لان لما احنا تبقى صحتنا الداخليه كويسه ده طبعا هينعكس على شكلنا من بره. في اكلات انت بتقولي انه ممكن تاكل اي حاجه مع الكوتش ده، بس ما فيش ولا اكله لا تنصحي الناس انها ما تاكلهاش؟ بصي انا مش عايزه اصدمك واقول لك ان احنا في الدايت بلان بتاعنا بنحط ممكن محشي، مكرونه بشاميل. فكره محشي عادي الاصل إيه محشي خضار ورز يتاكل. ما هو الرز الكارثه في الرز التسبيكه مثلا في حاجات، فاحنا لا بنخليهم. طب لو عملت المحشي بلحمه مفرومه من غير رز؟ هيبقى حلو برضه، بس الكميه بقى احنا هنلعب في الكميه وان ما يبقاش بقى فيه زيوت كتير، التسبيكه تبقى خفيفه اللي هي. طب عايز اسالك صح عن زيت الزيتون، هل فعلا في فرق بين زيت الزيتون وزيت الذره؟ طبعا ده فرق السماء بالارض. طبعا الزيوت النباتيه او الصناعيه دي الزيوت المهدرجه، دي طبعا كلنا احنا لازم نلغيها من حياتنا تماما، لان دي كلها مشاكل وبتاثر على صحتنا، ويعني لا قدر الله ممكن برضه تؤدي للكانسر، بتؤدي الى مصايب كتير. فلو احنا عايزين مثلا نعمل اكل صحي نطبخ بايه؟ ممكن زبده، مثلا سمنه بلدي. في ناس فاكره حتى زيت الزيتون، الزيت الزيتون بس الاحسن زيت الزيتون ان انا اخده بارد، اكله بارد، احطه على السلطه ما اعرضوش على النار، لان في يعني ابحاث بتقول لو تعرض على النار بيتاكسد مع النار وبيتحول لماده لا قدر الله مسرطنه. فالاحسن الزيت الزيتون احطه على السلطه، وانا جسمي على فكره محتاج زيت زيتون جدا، لان دي احنا بنعتبرها من الدهون الصحيه. أوكي. فانا جسمي عشان اخس انا محتاجه ادخله نسبه دهون، فعشان كده بقول لك احنا الدايت بتاعنا هتلاقي بقى محشي، كشري، بنحط حمام، مكرونه بشاميل. بس احنا طبعا لازم نعمل دايت. طبعا لازم هتتبسطي يعني. هتتبسطي. تاني دهون صحيه مثلا غير زيت احنا الزيتون. ممكن زيت جوز الهند اعتقد ان الزيت من البدائل الصحيه. طبعا عندنا الدهون الصحيه ممكن مكسرات، صفار البيض، السلمون، التونه، الجبنه البارميزان، الحاجات دي كلها دهون صحيه احنا محتاجين ندخلها في النظام بتاعنا. الجبنه مش صحيه؟ طيب هو في مقولتين فيما يخص الفطار دايما بتناقش فيها. ايوه لا الفطار مش صحي، لازم تقومي تتاخري شويه في الفطار وتشربي مشاريب زي الصيام المتقطع، ولا لا اقوم لازم افطر عشان الحرق يشتغل؟ بس هو مش لازم، هو انا حرقي بيشتغل امتى؟ مع اول لقمه انا باكلها، اول ما يعني بعد اكل يعني أكل. اول لما اقوم لازم افطر؟ بصي هو مش لازم اول ما اصحى اكل. انا ممكن اقعد شويه مثلا، انا مش لو انا مش جعانه انا بلاش اكل، انا مش عايزه اعود جسمي ان انا بقى عماله ادخله اكل عمال على بطال. ولو انا جعانه على طول؟ لو انت جعانه على طول برضو ايوه طبعا. بس احنا طبعا كرسي الانسولين بيبقى ده في الروتين بتاعنا، بنبدا بكوبايه الانسولين وبنبدا يعني نستنى نص ساعه ساعه عشان احس بالشبع وبعد كده اكل. بس انا جسمي بيعتمد يبدا يحرق على اول اكله او اول لقمه انا باكلها. يعني مثلا لو انا بدات بقهوه طبعا انا كده بوظت الحرق، لان مش كويس ان انا ابدا بقهوه، ممكن ابدا ببروتين. لازم اي وجبه بتاعتي ابدا ببروتين عشان ازود الحرق فيها، وما ابداش اكيد مثلا بعيش او بحاجات مسكره لان انا كده ببوظ الحرق. فان انا في وجبه الفطار او ان انا الغيها، هو انا اكيد ما ينفعش الغي وجبه او اعمل سكيب لاي وجبه، لان الوجبه دي طول ما هي كلها عناصر غذائيه صحيه فانا جسمي محتاجها. هي الفكره انا هبدا الوجبه بتاعتي بايه؟ لازم ابدا بسلطه، ابدا ببروتين، حاجات تزود عندي تعالي الحرق وتحسسني بالشبع. ما بدأش بسكريات او نشويات ابدا. نصيحه كده تقوليها للمشاهدين يعملوها علشان يخسوا بشكل امن؟ اهم حاجه ان احنا مش عايزين فكره الدايت، احنا مش عايزين كلمه دايت، انا عايزه اقول ان ده لايف ستايل انا همشي عليه طول حياتي. فانا بعمل ببعد عن حياتي كل البدائل الغلط وبشوف البدائل الصحيه ليها وهبدا اكل كل اللي انا عايزاه. ولازم كمان اعود جسمي على اوقات للاكل والكميات، يعني مش طول. خليني برضو نفكرهم ان الارقام موجوده على الشاشه، وكمان تقدروا ان انتم تتواصلوا مع الدكاتره على السوشيال ميديا، صفحات السوشيال ميديا هتلاقوها دلوقتي موجوده على الشاشه. كملي كملي يا دكتور. تمام. كملي يا دكتور عشان اكسايتد. طب الحمد لله كويس. انت اول واحده هتاخد الكورس لا هي مش محتاجه خالص يعني، بس لو فتره التثبيت في ناس مثلا بتبقى خلاص وصلت الشيب بتاعها بس عايزه تبدا تثبت، فبنبدا برده بنرشح لها الكورس العادي عشان خلاص جسمها يتعود على الشيب الجديد ده. احنا بنشكرك جدا يا دكتور، نورتينا ودايما معانا فقره طبيه نساعد بيها الناس، وان شاء الله الجمهور المشاهدين يقدروا يتواصلوا معاكم من خلال الصور اللي عندنا على الشاشه، عندنا الانستجرام والفيسبوك وكل صفحاتهم تقدروا تتواصلوا. بنشكرك جدا وخلصت فقراتنا النهارده، واستنونا ان شاء الله في حلقه جديده وفقرات جديده من الحريف. باي.